ونختم الجولة من أخيرة الجريدة من زاوية بشفافية للكاتب حيدر المكشفي، والتي عنوانها اليوم ب هل يصرف البرهان بركاوي لمن عناهم من دبلوماسيين؟ بدأ زاويته قائلا: قال محدثي الذي تابع خطاب البرهان الأخير من المذياع إنه لولا اختلاف نبرة الصوت لحسب أن من يتحدث هو المخلوع البشير وليس البرهان، ولما لم يتثنى لي متابعة هذا الخطاب. قلت له: وماذا قال البرهان فجعلك تعقد مقارنة بينه وبين المخلوع؟ قال: إن البرهان قال الأربعاء في خطابه الذي ألقاه أمام حشد من الجنود في ختام المشروع التدريبي للجيش السوداني بمنطقة المعاقيل العسكرية بولاية نهر النيل إن بعثات دبلوماسية تثير الفتنة وتحرض ضد الجيش، محذرا هؤلاء الدبلوماسيين من اتخاذ إجراءات في مواجهتهم. وأضاف البرهان: إننا نرى البعثات الدبلوماسية تتجول بحرية في الخرطوم، وبعض هذه البعثات تعمل على إثارة الفتن ضد الجيش، ونحن على علم بتحركاتهم ونتركهم ونحذرهم وسنتخذ ضدهم إجراءات. ويمضي المكاشفي قائلا: أما لو جاز وسألتني يا صاح عن طبيعة هذه الإجراءات التي قال البرهان إنه سيتخذها ضد البعثات والدبلوماسيين الذين لم يذكرهم، فلا أتوقع غير أن تكون طريقة المخلوع أن يصرف لهم بركاوي صح من هرشات ونفخات المخلوع الكذوبة والفالسو وحكايته الشهيرة مع السفيرة البريطانية وممثلة الاتحاد الأوروبي وقتها ديم روزاليندا مارسيدين التي التقته في مكتبه أو في مكتبه، وكان المخلوع نفسه هو من أذاع وشاع تلك الحكاية المضروبة مقروءة مع عباراته السوقية: صرفت ليها بركاوي صح وخدتها أو خليت تندم على اليوم الأمها جابته فيها ذاته. أو كما قال المخلوع على طريقة الرندوك، ليتضح لاحقا أن المخلوع لم يصرف لها بركاوي ولا حتى تمر الهبوب، إنما كان يكذب ويدعي بطولة زائفة. ففي لقاء صحفي مع الوزيرة وسؤال عن حكاية البركاوي نفت ذلك جملة وتفصيلا، بل وأكدت أن لقاءهما انتهى بصورة دبلوماسية. ونشرت الخارجية السودانية بيانا عن المقابلة وصفتها بالإيجابية، ناقل إشارة البشير بالتقدم الذي حدث في علاقات البلدين، ولم يكن هناك بركاوي ولا بطيخ. وختم زاويته قائلا: لو تولى البرهان حسب تهديده محاسبة من عناهم من دبلوماسيين فليس له غير البركاوي، أما إذا تولته الخارجية فذلك أمر آخر.